أهلا أهلا، بوصفة جديدة من وصفاتي معكم. راح نسوي مافن حلاوة البقر. تعالوا أنا وياكم نبدأ مع بعض. بالبداية راح نبدأ بخفق حبة بيضة، بس مجرد أني أحركها لحد ما تندمج أو تنخلط كلها معي، مباشرة راح أضيف لها السكر وراح أخلطها بعد لحد ما تتداخل المكونات مع بعض. راح أضيف الزيت وأستمر بعد، بسم الله، وأستمر بعد بالتحريك تندمج مع بعض. راح أضيف لبن، لبن يا بنات مو حليب، واللبن ليش؟ عشان نوازن حلاوة البقر، حلاوة البقر. راح أضيف الآن عندي هنا ملعقة صغيرة نسكافيه وملعقة صغيرة قرفة، وراح أحركهم مع بعض. راح أضيف رشة الفانيلا، وبعدها عندي هنا حلاوة البقر، اسمه صعب الصدقي ما ينقال، ما أعرف أقوله. المهم إني قطعتها إلى مكعبات صغيرة وراح أحركها كلها مع بعض. آخر الإضافات راح يكون الدقيق، وهنا عندي ملعقة صغيرة بيكنج بودر ونص ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم. راح أضيف كل المقادير مع بعض وأحركها وأرجع لكم. على الفرن يكون مسبق التشغيل من قبل، بتاخذ تقريبا 20 دقيقة.